بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح جات لي رسائل كتيرة جدا وأسئلة كتيرة جدا على انك ازاي تبقى دكتور أسنان في امريكا. في كذا طريقة حاولت اشرحها امبارح بطريقة مبسطة، بس تقريبا في ناس لسه ما قدروش يفهموا ازاي الطريقة، فانا لازم امسك كل طريقة لوحدها واشرحها لكم كويس. فمتهيألي احسن حاجة نعملها نقول يلا نبتدي الحكاية من اولها. أول حاجة، أنت دكتور أسنان اتخرجت من بلدك، مصر، سوريا، فلسطين، الأردن، المغرب، تونس، أي بلد عربية أو أي بلد حتى أجنبية. أمريكا ما بتعترفش بشهادات الدول اللي مش عندها accredited dental school. accredited dental school معناها إن الـ ADA موافق عن الكليات ديت، التعليم بتاعها زي تعليم أمريكا. أعتقد إن الكليات بس الـ accredited اللي هم الـ50 كلية اللي في أمريكا زائد في 4 كليات في كندا. طبعا مش متأكد ان كان بره امريكا فيه ولا لا، بس في واحد من اصدقائي قال ان في كليتين بره امريكا وكندا عندهم اكريديت بس في كاليفورنيا، واحدة في المكسيك وواحدة في روسيا. طبعا انا مش متأكد من المعلومة، بس شكرا لكاظم هو اللي قال لي على المعلومة دي. فهما دول الدنتال سكول اللي اكريديتد، اللي معناها ان انت تتخرج تقدر تقدم على امتحان الرخصه، لان التخرج من كليه طب اسنان مش معناه ان انت تقدر تمارس طب الاسنان، لازم تاخد رخصه لطب الاسنان. خلينا نبتدي تاني من البدايه. الكليات بتاعه طب الاسنان، انت اتخرجت من كليه طب اسنان في بلدك وعايز تيجي امريكا، لو معاك الجنسيه الامريكيه او جرين كارد الموضوع هيبقى اسهل بكتير، لانك ممكن تقدم على قرض. القرض بتاع الدراسه بيبقى بيغطي تكاليف الدراسة كلها زائد تكاليف المعيشة، فانت ما تقلقش على تكاليف المعيشة وتكاليف الدراسة، ان شاء الله القرض هيكفيك. طبعا بتاخد الماكسيمم اللي هو اقصى حد للقروض، ودوت اللي هو بيبقى في حدود 100 ل 110 الف في السنة، لو في سنتين، لو في 3 بيبقى اكتر حق. طيب خلصت الموضوع الجنسية والجرين كارد لان ده مهم جدا. ازاي تقدم على الكليات؟ اول حاجة زي ما قلتها لكم امبارح، هتعمل اول ما تخلص طب اسنان هتعمل حاجه اسمها الدنت بين، ابقى احط لكم رابط للدنت بين دوت تحت الفيديو. بعد ما تعمل الدنت بين بتبعت الشهاده بتاعتك للاي سي اي علشان تعمل لها equivalent، يعني تشوف ايه الكورسات اللي انت اخدتها وتعادلها، بيبعتوها للاي دي اي، وبعدين كده تبقى انت eligible انك تاخد امتحان البورد. امتحان البورد عباره عن جزئين، الجزء الاولاني والجزء الثاني. الجزء الاولاني اللي هو البيسك ساينس، الجزء الثاني اللي هو كلينيكال ساينس. الجزء الاولاني اصعب بكتير ونسبه النجاح فيه اقل بكتير، الجزء الثاني غالبا معظم الناس بتعمل فيه كويس، فاللي بيعدي من الجزء الاولاني بيبقى يعني بيحتاج مذاكره اكتر. المذاكره منين؟ من الدنتال ديكس والامتحانات القديمه، دول اكتر حاجتين هيساعدوك جدا انك تنجح في الامتحان البورد. طيب خلصت امتحان البورد بتعمل ايه؟ بتبتدي تقدم في الكليات. الكليات ليها ديدلاين، ديدلاين معناها وقت محدد تقدر تقدم فيه الورق، لو ما قدمتوش يبقى خلاص. في حاجه سنترلايزد بتبعت فيها الورق كله وبيتعمل لك رقم اسمه كابد نمبر، الرقم دوت بعد ما بتاخده ده غير الدنت بين، الرقم دوت ده اللي هو بيتقدم لك فيه في الكليات. طيب انت قدمت في كذا كليه، طبعا مش كل الكليات بتقبل الادفانس ستاندنج اللي هم الخريجين من دول تانية، وعدد الخريجين من الدول التانية اللي بيقدموا كتير جدا، فكل كلية بيبقى ليها ليميت عدد معين. يعني مثلا بوسطن يونيفرسيتي حوالي 80، تافتس حوالي 10، لوما ليندا اعتقد بتاخد 12 واحد، يونيفرسيتي اوف باسيفيك بتاخد حوالي 15 واحد، نيويورك يونيفرسيتي كانت بتاخد كتير بس للاسف ما عادتش، فيمكن الكلاس برضو بتاعها بتاع 15 20. في كليات تانية بتاخد 4، في كليات بتاخد 15 16، فالمجموع كله مش كبير. يعني هتلاقي على مستوى امريكا كلها حوالي يمكن 250 ل 300 طالب بالكتير بيتقبلوا، الاعداد اللي بتقدم مهوله، يعني من الهند مثلا بيقدم مئات الالاف، من الصين، من جنوب شرق اسيا، طبعا من الدول العربيه وامريكا الجنوبيه، فالمنافسه رهيبه، المنافسه كبيره جدا. طب ايه اللي يخليك تتميز وانت بتقدم الابلكيشن عن اي حد، لان كلهم معاهم بورد 1 وبورد 2؟ فالانجليزي، اللغة الإنجليزية مهمة جدا. السكور بتاعك في التويفل لو جبت فوق ال 102 بتخلي فرصتك أعلى كتير، لأن الهنود عندهم أدفانتج والناس بتوع هونج كونج عندهم أدفانتج إن هم اللغة الأولى بتاعتهم إنجليزي زائد هندو، فهم بيتكلموا إنجليزي من هو صغيرين.
تحسن الانجليزي بتاعك ازاي؟ اتكلم انجليزي مع ناس عندها اكسنت امريكاني، وحاول ما تتكلمش عربي لمدة كتيرة. لو قاعد في امريكا اتكلم مع ناس، اشتغل مع ناس، هتحسن لغتك جدا جدا. طيب جبت سكور كويس ونجحت في البارت 1 وبارت 2، ده معناها ان انت هتتقبل؟ لا طبعا لسه. في حاجة تالتة اللي هي لو معاك الجنسية، واحنا قلنا ان انت لو معاك الجنسية والجرين كارد اوريدي. طب ايه اللي هيفرق؟ اللي هيفرق بقى قربك من المكان. يعني مثلا انت مقدم في بوسطن يونيفرسيتي، واحد من كاليفورنيا، هم بيحبوا ياخدوا حد قريب، فهيبقى اللي مقدم مثلا من نيوهامشير او كونيتيكت ممكن ياخدوه اكتر من واحد من كاليفورنيا. فيعني ديت برضو ليها تقل. فالحاجات اللي هو ليها تقل في القبول، اول حاجه ناجح في البارت 1 بارت 2، جايب في التويفل اكتر من 102، معاك الجنسيه الامريكيه او معاك الجرين كارد، القرب من المكان. طبعا خامس حاجه اللي هي لو انت قدرت تعمل خدمات عامه. خدمات عامه زي ان انت تروح فولنتير في مستشفى، تروح في فولنتير في مثلا مكان بتاع شيلتر الناس محتاجين، تعمل حاجة يعني بتوريهم ان انت انسان بتحب تخدم المجتمع، وديت في حد ذاتها حاجة كويسة ليك انت كشخص، وبعد كده طبعا هتفيدك في التقديم. طيب لو جالك انترفيو، جالك انترفيو يبقى انت 50% ان، لسه برضو مش 100%، 50% ان. ال 50% التانيين بيعتمدوا على ان انت في الانترفيو هتتكلم ازاي، how to handle yourself. لو انت دخلت لهم في الانترفيو عندك واثق من نفسك وحاسس ان انت عندك القدرة على انك تقنعهم، هيبقى ممتاز. لو حسيت ان انت ملجلج والانجليزي بتاعك وخايف وكده، ما بياخدوكش. فهم بيحبوا قوي الانسان الواثق من نفسه، اللي هو عارف رايح فين يعني، او محدد اتجاهاته ومحدد عايز يعمل ايه بالظبط. وطبعا اهم حاجه تقول لهم في الانترفيو ان انا يعني لو انت مقدم مثلا في يونيفرسيتي اوف باسيفيك، قول لهم انا املي بس ان انا ادخل يونيفرسيتي اوف باسيفيك، مع ان انت مقدم في جميع الكليات اللي في امريكا، بس تقول لهم بس هي يونيفرسيتي اوف باسيفيك دي امنيه حياتي. او لو مقدم مثلا في بوسطن يونيفرسيتي، تقول لهم انا بنام واحلم ببوسطن يونيفرسيتي. كلهم زي بعض، مش هتفرق كتير. هي اللي هتفرق بس السكن بره الجامعة، لان تقريبا التويشن كلها في رينج حوالي 5 ل 10 آلاف زيادة هنا او نقصان هنا، بس السكن بره هو اللي بيبقى غالي حبتين، في كاليفورنيا مثلا، في بوسطن، في نيويورك، فدي هتأثر معاك. طيب لو قبلت في الانترفيو كده، يبقى بدأت او قبلت الانترفيو يعني دخلت الكلية كده، يبقى اول خطوة ليك، اول حاجة دخلت بيها السيستم في أمريكا، لأن لازم تدخل السيستم، ودوت معناها إن أنت دخلت السيستم. الباقي كله هيمشي سهل جدا، مفيش مشاكل. طيب في ناس بقى سألتني على موضوع الريزيدنسي، إحنا الطريق بتاع دخول الكلية دوت طريق سهل، يمكن من أسهلهم، مع إن ناس هتشوف إن هي أصعب لأنها تاخد سنتين وممكن تاخد 3 سنين، بس هي حقيقي أسهلهم. الريزيدنسي معناها ان انت طبيب مقيم، بتقدم بشهادتك اللي انت جاي بيها من مصر، بتعادلها من الاي سي اي، وبتعمل برضو امتحانات البورد، وبعدين بتقدم في حاجه اسمها الماتش بروجرام على اللي هو الجنرال براكتس ريزيدنسي، جي بي ار او الاي جي اي دي. ديت عباره عن سنه او سنتين ممكن تاخدهم في مستشفى او في كليه، مستشفى جامعيه يعني. بعد ما بتخلص بتبتدي تقدم على الرخصه في الولايه، لان زي ما قلنا ملهاش علاقه خالص انك تخلص كليه وتاخد رخصه. انت لما تخلص كليه بعدين بتقدم على الرخصه، بس لما تخلص كليه بيبقى ادفانتج اعلى بكتير. لو انت بس معاك الريزيدنسي وبتقدم على الرخصه بيبقى اقل. طبعا ان انت تدخل الريزيدنسي صعب جدا، لان انت بتتنافس مع الطلبه المخرجين امريكا. يعني مثلا المستشفى فيها 10 اماكن للريزيدنت، متقدم ليها 10 امريكان و10 من بره امريكا، اللي تشانسز ان هم ياخدوا كل ال10 الامريكان وما ياخدوش ولا واحد من بره امريكا عاليه جدا. ليه؟ لان هم عايزين واحد متدرب بالطريقه بتاعتهم، مش عايزين واحد لسه جديد هيدربوه على الطريقه من جديد ويضيع وقت في الريزدنس. هم عايزين على طول واحد يدخل السيستم وبروديوس فور ذيم، يعني يعمل لهم فلوس. طيب تحاول تقدم ازاي الماتش بروجرام، هبقى احط لكم اللينك ان شاء الله بتاعته، وفي الباس بروجرام لو انت عايز تعمل بوست دكتورال. بس المشكله برضو في البوست دكتورال بيبقى في، لو انت هتعمل مثلا اورثو، هتعمل لمده سنه اورثو وتمشي بره امريكا ممكن تدخل بسهوله. لو هتعمل اللي هو البروجرام بتاع سنتين عشان تقعد في امريكا، تقريبا من رابع المستحيلات.
نفس الحكايه في الاندو وفي الاورال سيرجري. فالمنافسه بتاعت البوست دكتورال لو انت هتمشي يعني مش هتقعد بيدخلوك سهل، لان هم بيبقى من الشروط ان انت مش هتقعد، انما لو ناوي تقعد هيبقى اصعب بكتير والدخول بيبقى اصعب بكتير. فنصيحتي لو تحاول تقدر تاخد لو عايز تقدم يعني نقدم في الماتش بروجرام بتاع الجي بي ار والاي جي اي دي دوت، هيخلي فرصتك في ولايات معينة زي فيرجينيا، نيويورك، تكساس، ميشيغان، وأعتقد أوهايو كمان. مينيسوتا ليها امتحان واحد للرخصة من غير ما تدخل ريزيدنسي، من غير ما تعمل أي حاجة. ده اللي هو الطريق الثالث، بتروح بتقدم في الولاية على إنك طبيب أسنان خريج بره أمريكا وعايز تشتغل هناك، بيمتحنوك لو نجحت بيدوك الرخصة. بس هي المشكلة بتاعتهم ان الامتحان صعب جدا، نسبة النجاح قليلة جدا، ومش كده وبس، انت كمان مطالب ان انت تاخد كورسات علشان تعرف نظام الامتحان، الكورسات دي غالية حبتين. اتعملت طبعا، اتعملت واعرف ناس عملوها والحمد لله نجحوا، فيعني الامل دايما موجود. انا مش عايز احبطكم ومش عايز برضو اخليكم متفائلين جدا، هو الموضوع سهل وصعب، يعني سهل ممتنع زي ما بيقولوا. انا انصح اي حد ان هو ياخد التجربه. انا لما جيت بدات انا مشيت في الطريق بتاع الكليات وعملته، واخدت ريزيدنسي كمان بعد الكليه. الطريق دوت كان بالنسبه لي يمكن اسهل طريق، هو كان اطولهم بس اسهلهم بالنسبه لي. في ناس تانية تقول لك لا انا مش عايز ادخل الكليات، انا عايز ادخل الريزيدنسي. حاول، في ناس بتقعد 3 و4 و5 سنين وما بتتقبلش، ما يجيبلهاش حتى انترفيو، فبيبقى محبط حبه. بس حاول وتقدر تروح مستشفى وتحاول، مثلا لو انت في امريكا هنا وفي نيويورك، فتروح مستشفى تقول لهم ان انا عايز اتبرع بوقتي، اعمل فولنتير، وتقف معاهم شهرين ثلاثة أربعة لغاية ما يعرفوك، بعدين لما تقدم معاهم ممكن ياخدوك. الكلام ده بيحصل، أيوه، وخصوصا في الحتت الرور اللي هي الحتت البعيدة مش جوه السيتيز. يعني في حاجات طبعا كتيرة جدا عايز اقولها لكم، بس للأسف مضطر امشي النهاردة ورايا مشوار. هحاول ان شاء الله بكرة بإذن الله اقول لكم على حاجات بالتفصيل اكتر، وكمان ازاي لو انت ما معاكش جرين، لان اللي انا قلته ده كله للناس اللي هما معاهم جرين كارد والجنسية. طب انت لو ما معاكش تعمل ايه؟ ممكن تعمل حاجات كتير. استنوني ان شاء الله بكرة في الفيديو اللي جاي، واشوفكم على خير. وشكرا لكل الناس اللي شجعتني وقالت لي وشكرتني على الفيديوهات. انا بحاول اعمل حاجة اوصل لكم بيها المعلومات على قد ما اقدر، يا رب اقدر اخدم حد فيكم. ولو في اي اسئلة انا تحت امركم في اي وقت. اشوف وشكم بخير، وخلصت الحكاية النهاردة. سلام عليكم.